السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنصور مع بعض حلقة جديدة من برنامج ستيب باي ستيب. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الكومبليت ستول اناليسيس، ازاي نشتغل تحليل للستول بأدق طريقة جوه المعمل. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة. بس قبل أي حاجة، لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. معاكم كابتن أناليسز، يلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. Complete Stool Analysis، تحليل البراز، بعمله على خطوتين. الخطوة الأولى وهي الماكروسكوبيك إكزام، ودي بشوف فيها الكالر وبشوف فيها البي اتش والكونستنسي القوام، وبشوف فيها الفود بارتيكلز والميوكس والبلد والورمز الديدان اللي ممكن تظهر معايا في العينه. اما الخطوه الثانيه بتبقى الميكروسكوبيك اكزام، ودي بشوف فيها البس وبشوف فيها الار بي سيز، الاندايجست فود، الفيجيتابل، الفات، الستارش، الميت فايبر، وكمان بشوف فيها البارازايت سواء اوفر او لارفا، وبشوف فيها البروتوزوا سواء تروفوزويت او سيست. هنبدأ مع بعض نتكلم عن الماكروسكوبيك اكزام، واول حاجة فيه واهم حاجة الكالر، لان دي ليها ماركر مهم جدا عند الطبيب المعالج. لما يجيلك عينة ستول المعمل، اول حاجة بتفتحها وبتشوف لونها ايه. اللون الطبيعي للستول هتلاقيه براون، وده اللون النورمال. ممكن يبقى عندك الابنورمال كالر زي البلاك وزي الريد وزي الكلي كالر او الجري وايت، وكمان السيلفر والوتري والرايس ووتر. الصورة قدامي بتوضح لي الاشكال والالوان المختلفة لعينة الستول. تاني حاجة عندي وهي الكونستنسي، سواء كانت سوفت او سيمي فورميد او فورميد او هارد او دياريا او ميوكات. كل ده بشوفه، بجيب تيبس او بجيب حتة خشب وببدأ احرك ايدي على عينة الستول واشوف القوام بتاعها عامل ازاي. الصور اللي قدامي دي بتوضح لي القوام الخاص بالستول والحالات المرضية اللي بيظهر فيها. نكمل مع بعض. بعد كده هعمل البي اتش. معامل كتيرة جدا ما بتعملش البي اتش للستول. البي اتش ده مهم جدا، ومن اهم الماركر بتاعته انه بيشخص بين الديزونتريا الاميبية والديزونتريا الباسيلية. بنشوف البي اتش بتكون اسيدك في الديزونتريا الاميبية، اما الديزونتريا الباسيلية البي اتش بتاعتي بتكون الكالاين. طيب النورمال بي اتش للادلت بتكون من 7 لـ 7.5، اما في النيو بورن بتكون سلايتلي أسدك. طب ازاي اعمل تحليل البي اتش للستول في المعمل عندي؟ هجيب انبوبة، وبعد كده اخد فيها حتة ستول واحط عليها سنتي او 2 سنتي من الديستال دووتر، وبعدين اعمل ميكس كويس بين الستول والديستال دووتر، ويجيب شريط الستيرب بتاع اليورن احطه واشوف البي اتش، او استخدم بي اتش انديكيتور بيبر زي ما في الصورة قدامك. خلي بالك ناس كتيرة جدا ما بتستخدمش ديستال ووتر، بتستخدم سلاين. قالك ده ما ينفعش استخدمه لان بيأثر على نتيجة البي اتش عندي، فالادق والاصح ان انت تستخدم ديستال ووتر، ولازم تعمل البي اتش في المعمل عندك. كمان هشوف في الماكروسكوبيك اكزام الفود بارتيكلز، قطع من الاكل الغير مهضوم في عينة الستول. هشوف الميوكس زي ما في الصورة قدامك، وهشوف البلد زي ما في الصورة قدامك. الستول هيبقى جاي كله دم. ممكن بعد كده كمان نشوف الورم، هيجي المريض يقولك انا نزل مني الدودة دي، او عينة الستول طالع منها ديدان زي الاسكاريس وزي التينيا وزي الانتروبيوس. كل ده بنشوفه في الميكروسكوبيك اكزام. قبل ما اتكلم عن الميكروسكوبيك اكزام، لازم اتكلم عن تحضير عينة الستول، الستول بريبريشن. يا ترى عندي كم طريقة؟ شرحنا في كورس الستول، وده لازم تتفرج عليه عشان تفهم حلقة النهاردة. بكل بساطة شرحنا في طرق كتير مختلفة. النهاردة هنشرح طريقتين بس، الويت فيلم او الدايركت سمير، وهنشرح الكونسنتريشن تكنيك، ودي الطريقتين اللي معظم المعامل بيشتغلوا بيها. اولا لازم تعرف ان العينه لازم تتفحص خلال 30 دقيقه. طب ليه؟ عشان خاطر التروفوزويت ما يموتش. هنتكلم دلوقتي عن طريقه الويت فيلم
او الدايركت سمير. بكل بساطة هقول لك تشتغلها ازاي. هتجيب شريحة نظيفة وتحط عليها نقطة او نقطتين من السلاين، وبعد كده تحط سمول اماونت من الستول، كمية صغيرة جدا من الستول، وبعد كده تحط نقطة من الايودين دروب. جميل. وتعمل ميكس للتلات حاجات دول مع بعض، وبعد كده تحط كفر وتفحص تحت الميكروسكوب، هتلاقي شكل البويضات زي ما انت شايفها في الصورة اللي قدامك. طب ركز معايا في النقطة دي لانها مهمة. باخد قطعة من الستول لما اجي اعمل طريقة الويت فيلم من الميوكاس او البلد، من الحتة القذرة في الستول، الحتة اللي شكلها غريب. وخلي بالك لازم اخد من على السيرفيس ولازم اخد من جوه العينة، يبقى انا هنا هحضر فيلمين، فيلم هعمله من على السيرفيس وفيلم تاني هعمله من الداخل. طب ليه؟ قالك لان الديدان ممكن تصيب الامعاء الدقيقة او الامعاء الغليظة، فانا ما بسيبش فرصة ان ما يطلعش عندي بويضة او تروفوزويت او سيست لو كان موجود. تمام. الطريقة دي بسيطة وسهلة جدا. طيب تاني طريقة عندي وهي طريقة الكونسنتريشن تكنيك. الطريقة دي مفيدة جدا. ليه؟ قالك لو في اصابة بسيطة بالطفيليات فدي الطريقة الانسب. وخلي بالك لو طريقة الويت فيلم او الدايركت سمير طلعت نيجاتيف لازم اعمل الكونسنتريشن تكنيك. هعملها ازاي؟ انا جات لي عينة الستول في كاب، هاجي جايب كاب تاني نظيف واخد منه حتة ستول صغيرة واحط عليه سترايل سلاين واعمل ميكس بين الستول والسلاين، وبعد كده هجيب انبوبة واحط عليها مصفى او شاش، وبعدين افضي السلاين اللي ممزوج بالستول عشان يتصفى من الشاش. بعد كده هعمل سنترفيوج لمدة دقيقتين في 5000 دورة، وبلاش تستخدم سرعات عالية عشان البويضات ما تتكسرش. بعد كده هتخلص من المحلول وهاخد الرسب اللي عندي ده احط عليه نقطة ايودين واعمل ميكس كويس وابدأ افحص تحت الميكروسكوب. خلي بالك الفحص عندي بيكون بالعدسة 10 والعدسة 40، بس النتيجة عندي بتطلع بالعدسة 40، وممنوع منعا باتا افحص عينة ستول موجودة في علبة كبريت او في كيس او في كونتينر غير معقم. لازم البيشنت عندي ياخد الكاب ويجيب فيه العينة. نكمل مع بعض. تاني خطوة عندي وهي المايكروسكوبيك اكزام او الفحص الميكروسكوبي. قلتلكوا هنشوف فيه البصل والاربسيز والاندايجستيف فود والفيجيتابلز والفات والستارش والميت فايبر، وهشوف كمان البارازايت، هشوف الاوفا او اللارفا، وهشوف البروتوزوا سواء كانت سيست او تروفوزويت. الصورة اللي قدامي بتوضح لي شكل البص تحت الميكروسكوب، اما الصورة التانية بتوضح لي شكل الاربسيز، والفرق واضح جدا بين الاتنين. الاندايجستيف فود وهيكون شكله زي ما في الصورة قدامك بالظبط. بعد كده الفيجيتابلز وبرضه هتكون زي الصورة. بعد كده الفات الدهون زي ما في الصورة قدامك. والستارش خلي بالك في ناس كتير بتتلخبط بين صورة الستارش دي وبين البويضة الخاصة بديدان الانتروبياس، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. اخر حاجة معايا وهي الميت فايبر بيكون شكلها زي ما انت شايف كده. هنتكلم دلوقتي عن البارازايت ونركز مع بعض. هناخده الاول اللارفا يعني اليرقة. ممكن اشوف لارفا لمين؟ قالك اشهر يرقة بتشوفها بتكون للاسترانجليوديس، وبتكون زي ما في الصورة قدامك بالظبط. لاحظ الديل بيكون مدبب، بيكون رفيع ليه سن. جميل كده، دي اهم حاجة بتميزها، بجانب طبعا الحركة الشقية بتاعتها ان هي بتتحرك بسرعة جدا تحت الميكروسكوب زي ما هتشوف في الفيديو دلوقتي. ديارة الاسترانجليوديس وهي بتلعب تحت الميكروسكوب، بص على شكلها وبص على حركتها وتابع الديل بتاعها، هتلاقي السن بتاعه مدبب. نكمل مع بعض. ممكن كمان اشوف اللارفا الخاصة بالديدان الدبوسية الانتروبياس، وهي اسمها الديدان الدبوسية او الانتروبياس او الاكزيوراس، ليها اكتر من اسم. جميل، وبتكون زي ما في الصورة قدامك بالظبط. اللي على اليمين دي شكل الدودة وحواليها البويضات بعد ما طلعت منها،
وهنا الصورة اللي في النص بتوضح لي البويضات وهي داخل الايه الدودة، اما اللي على الشمال دي بتوضح لي شكل اللارفا من غير ما يكون فيه بويضات زهرة. الفيديو دوت بيوضح لي اللارفا الخاصة بالانتروبياس من تحت الميكروسكوب. الفيديو ده مهم جدا وركز فيه بتفاصيله، لان جايب الدودة من اول الفم لحد التيل بالتكوين الداخلي للدودة. في ناس بتشوف الفايبر ويقول لك عليه ده انتروبياس. لو لاحظت ان مفيش وجه مقارنة بين الفايبر وبين الانتروبياس، شوف شكل الدودة عامل ازاي. اما الفايبر بيكون عبارة عن خيط، فبص هنا البويضات عاملة ازاي وحركتها داخل الدودة عامل ازاي. فيديو اكتر من رائع للارفا الخاصة بالانتروبياس، اتفرج واستمتع. نكمل مع بعض.
بعد ما خلصنا اللارفا هنبدأ ندخل على الأوفا، ونبدأ مع بعض بأشهر أنواع الأوفا اللي بنشوفها عند الأطفال وهي الإسكاريس. لاحظ معايا الشكل، هتلاقي الجدار بتاع الإسكاريس زي متخرفش كده، والبويضة بتبقى واضحة جدا، مفيش وجه مقارنة بينها وبين الفيجيتابلز مثلا زي ما الناس بتتلخبط. الاتنين مختلفين جدا، الإسكاريس شكلها واضح بطريقة ما تتخيلهاش زي ما في الصورة قدامك بالظبط. تاني اوفا عندي وهي الخاصه بالانتروبياس او الاكزيوراس، وشوف الصور اللي قدامنا موضحه، بتتميز انها شكلها دي شيب شبه حرف الدي، والصوره واضحه مفيش خلاف عليها. الصوره اللي قدامك دي اللي فوق هتلاقي فيه اليرقه موجوده داخل البويضه. التينيا، التينيا بتتميز ان الجدار بتاعها سميك جدا ولونه بني، وفي زي خيوط شعاعية كده مرسومة داخل الجدار زي ما هي باينة قدامك بالظبط. الملكة او الاتش نانا او الهيمنولبس نانا، بتتميز ان الاشواك الجنينية بتاعتها بتبقى ظاهرة جدا، وهي عبارة عن جدارين زي ما انت شايف قدامك بالظبط. الاتش ديمينيوتا، ودي واحدة من أجمل البويضات اللي ممكن تشوفها تحت الميكروسكوب، صورتها واضحة جدا. الترايكيريا سترايكيريا، بتتميز إن البويضة بنوصفها إنها شبه صينية الشاي، ليها إيدين زي ما أنت شايف الصورة قدامك بالظبط، وبيكون شكلها روعة تحت الميكروسكوب. الفاشيولا أو الديدان الكبدية، الصورة اللي على الشمال الفاشيولة بطريقة الكاتو، أما الصورة اللي على اليمين شكل الفاشيولة بالطريقة العادية. الشيستوسوما مانسوناي، بتتميز بالشوكة الجانبية البلهارسيا، واضحة جدا مفيش خلاف عليها. الهوك وورم أو الإنكليستوما، بتتميز بإن داخلها البويضة بتكون فيها فصوص زي ما في الصورة قدامك بالظبط، مفيش خلاف خالص على بويضة الانكليستوما. هنتكلم مع بعض عن البروتوزوا أو الكائنات أولية النواة، تمام؟ أول حاجة عندي وهي التروفوزويت الخاصة بالجيارديا، بتكون واضحة جدا وبتتميز إن ليها زي عينين بيبصولك، وبتبان جدا لما تشتغل بطريقة الأيودين زي ما شرحناها في أول الفيديو. ودي صورة السيست أو الطور المتحوصل الخاص بالجياردية. الصورة اللي قدامي على الشمال بتوضح السيست الخاص بالإنتاميبا هيستولوتيكا، أما اللي على اليمين بتوضح السيست الخاص بالانتاميبا كولاي، والانتاميبا كولاي من الاميبا المتعايشة اللي غير ضارة للانسان. بعد ما شرحنا بالتفصيل نبدأ نتكلم عن الصورة اللي قدامنا. الصورة دي صورة تعليمية فيها معظم البويضات اللي اتشرحت، مطلوب من حضرتك تتفرج على الصورة كويس قوي وتكتب لي تحت الفيديو في التعليق اسماء البويضات اللي موجودة في الصورة. شوية صور اتفرج عليهم واكتب لي في الكومنت اسماء البويضات اللي موجودة في الصور. دي كانت حلقة النهاردة في ازاي تشتغل تحليل الاستون بالتفصيل الممل وصور من تحت الميكروسكوب. اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.